اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. حلقه النهارده حلقه مختلفه شويه، لان احنا النهارده بنتكلم عن المقالب، واحنا في برنامج مقلب دوت كوم لقينا ايميلات كتيره جدا جايه لنا عن ناس هوايتهم انهم يعملوا مقالب. مقالب دي طبعا موجوده من زمان، والمقصود بيها هو الضحك. ناس يعملوا مقلب في ناس، فالناس التانية يتخضوا، فدول يضحكوا. أهم حاجة ما يبقاش فيها أذية لحد. عشان كده النهاردة جالنا أكتر من إيميل بيتكلم عن الموضوع ده. بنشوف إن موني محمد وعنود محمد الاثنين إخوات. موني بعتت إيميل بتقول إنها نفسها تعمل مقلب في عنود عشان طول الوقت بتعمل فيهم مقالب، هي وسرية أسعد صاحبتهم الاثنين فكروا يعملوا مقلب في عنود. معانا الثلاثة النهاردة موجودين، موني وعنود وسوريا. أهلا وسهلا، اتفضلوا. أهلا وسهلا، اتفضل. موني، أنت بعتي إيميل بتقولي إن عنود عاملة مشاكل كتيرة جدا، إيه الحكاية دي بقى؟ عنود مجننانة بالمقالب بتاعتها، وهي على طول مقالب في البيت في الشغل في كل حته، فقلت لازم ابعت لكم ايميل عشان تتصرفوا معاها، عشان انا مش عارفه اعمل معاها ايه. فبس يعني عملت مقالب ايه مثلا ضايقتكم وخليتكم تفكروا ان انتوا تعملوا فيها مقالب او تردوا لها المقالب؟ مره قالت لي جايبه لك روج، كانت مسافره لبنان وكانت جايبه لي روج وميك اب من لبنان وكده، فحطيت الروج جربته، فلقيت الروج بقى عمل لي حساسيه وكنت طبعا ولا بتكلم ولا بضحك ولا اي حاجه، وانا بتخانق معاها بشاور لها وعماله اتكلم بالعافيه مش قادره اتكلم. يا وصل ان هو روج عمل حساسيه لدرجه انك مش عارفه تتكلم. وبعدين اللي عامل فيك المقلب ده مين؟ اختك. وانت فرحانه بوظي لها بقها ومبسوطه. ده اقل حاجه. لا ده المفروض حاجه يعني متعالجه، حاجه معموله مقصود للمقلب، ولا حاجه فيها كيماويات مثلا؟ لا حاجه لا حاجه يعني دخل فيها، ما فيهاش كيماويات. هي حاجات بس للمقالب. حاجات معموله مخصوص للمقالب. يعني هي في محلات فعلا بتبيع حاجات كمان للمقالب، زي البتاع اللي تيجي تسلمي على حد الكهربي وزي الجو ده. طيب وانت شفتي يا سوريا انك انت تساعديهم في المقلب مش كده؟ لانها مره بوظت لي شعري، خلتني اعمل، قالت لي تعالي اعمل لك هايلايتس، خلتني رحت كوافير، كانت هي متفقه معايا ان هي تعمل لي هايلايتس، ان هو يعمل لي هايلايتس اخضر. يعمل لك هايلايتس اخضر. هايلايتس اخضر. اخضر. تكلميني على اساس ان انا عارف الهايلايت. خسر خسر. اوكي. قعدت في البيت بقى ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه لحد ما قعدت شويه مخدره في البيت. لغايه ما استويتي ونزلتي. طيب يعني انتوا اكيد طبعا فرحتوا فيها جدا ان اخيرا اتعمل فيها مقلب. انت بقى بعد المقلب اللي اتعمل فيكي بقيتي لسه برضه بتعملي مقلب؟ خلاص لا حرمت، اكيد حرام. خلاص كده كفايه قوي اللي حصل لي، يعني انا اتخضيت خض عمري ما اتخضيت. تمام. يعني كان مكتوب في الميل برضه ان انت بتتعاملي بصوره كبيره جدا مع المحلات اللي بتبيع حاجات للمقالب. انا اصلا عايز اقول لك ان انا بتعامل مع محل من زمان قوي لدرجه ان هو بقى حافظني عرفني. بقى كل ما تجيله حاجه دي يقول لي ده النهارده عندي كذا جديد، فلازم تجربيه في حد، لازم. كنت بعمل كده معاهم. وبعدين تقولي تتكلمي طول الوقت باسم البرنامج، يعني تعملي فيهم مقلب؟ مقلب دوت كوم. مقلب دوت كوم. خلاص وصلت لهاها. يعني في ناس كتير جدا باعتين ايميلات، هنقرا الايميلات دي وهنقابل الناس اللي بعتوا الايميلات بعد الفاصل. شكرا.
رجعنا مرة تانية وبنكمل حلقتنا النهاردة عن المقالب. وعنود عاملة مقالب كتيرة جدا، أو كانت بتعمل مقالب وتابت خلاص. لكن جالنا إيميل من يوسف خفاجي بيقول إن شيماء إيهاب مبهدلة مقالب. يوسف وشيماء الاثنين موجودين، أهلا وسهلا، اتفضلوا. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا يوسف؟ ايه بقى الحكايه يا يوسف؟ انت بعتت ايميل بتقول الحقوا شيماء ولازم اعمل فيها مقلب، يعني ونكون يعني هي حظها كويس ان المقلب حصل مع عنود. ايه بقى الحكايه دي؟ هي بصراحه هي فعلا يعني مدمنه مقالب، بتعمل فينا مقالب كتير جدا، يعني مرات كتير اخذناها. مدمنه مقالب؟ يعني انت شايف اللي بيعمل مقالب كتير ده زي الادمان يعني؟ تمام. يعني مره كنا معزومين في فرح عند واحد صاحبي، هي جابت صواريخ ورميتها في الارض، فمسكت في الفرح فمسكت في الفستان بتاع العروسه، والليله اتقلبت خالص. والعروسه ولعت. ايه العروسه ولعت؟ يعني انا بس كنت اصلا عايزه، انا كنت عايزه اخدها، يعني كنت عايزه ان انا واقفه جنبيها. عايزه تخدي العروسه؟ عايزه اخدها باي طريقه في ليله فرحها. في ليله فرحها والناس بيحتفلوا بيها وانت عايزه تخدها. واقفه جنبيها عادي، فهي كنت كان معايا صواريخ بقى وكنت بولعها وكده، ما حدش واخد باله خالص، فرميتها على الارض. فالمشكله ان هي مسكت في الفستان من تحت، طبعا الفستان بقى يعني مجرجر على الارض كتير وكده، فتولعت في الفستان من تحت. بس الحمد لله العروسه ما جررهاش اي حاجه اصلا. فالحين طبعا انا عامله عبيطه وعامله نفسي مش فاهمه حاجه، ومش انا اللي عامله اساسا اصلا. بقول يا جماعه الحقوا العروسه بتولع ومش عارف ايه وكده يعني. يعني انت اللي بتحاولي تنقذيها. اه بالظبط، في نفس الوقت يعني فالناس كلها جت. انت فرحانه ولا ايه؟ بتولعي في العروسه، يعني انت كنت قصدك تخضي العروسه. اه كويس ان ما كانش قصدك طبعا. طب العريس اتخض ولا ما اتخضش؟ لا هو اتخض كتير يعني، هو اصلا جري عليها وكده. كنت عايزه اعمل افركش يعني، طبعا الفرح اتقفل خلاص واتدمر. طب انت بعد كده مع اصحابك لما بتقعدوا تفتكروا الحكايه دي بتقعدوا تضحكوا؟ هو انا لما بعمل مقلب فيهم في اصحابي يعني في الاول كانوا فرحانين بقى وبيضحكوا عادي خالص، بس كل ما بعملها اكتر كل ما يعني اصحابي بيزعلوا مني قوي، ساعات بيقفشوا ويسيبوني ويمشوا، يقولوا يا شيماء ما بتعمليش كده تاني واحنا هنزعل منك. طب ليه بيزعلوا منك؟ بقول لهم يا جماعه حاضر انا هوعدكم. طب يعني انت نوع المقالب، معلش، نوع المقالب اللي انت بتعمليها شبه بتاعه العروسه اللي ولعت دي؟ لا يعني ساعات وساعات، على حسب المكان اللي انا قاعده فيه والناس اللي هيبقوا معايا واصحابي وكده. مش يعني كل مكان ليه طريقه. يعني فرح صواريخ، عزا قنابل، ايه بس. كل مكان ليه طريقه المقالب بتاعته. والله مش عارف يا شيماء، يعني هو طبعا المقالب حتى الهزار بين الاصحاب وبعضهم طبعا مقبول، لكن لما يبقى كمان في حد غريب بتبقى مشكله كبيره قوي ان يحصل هزار لناس ما نعرفهمش، ما نعرفش كمان رد فعلهم. يعني انت حصل لك حاجه مره منها خلاك تبقى متضايق منها جدا وبتقرر انك انت تنتقم؟ بصراحة حصل موقف تاني كده، كنا عند برضو عيد ميلاد واحد صاحبي، قاعدين في وسط عيد ميلاد وبرضو جابت صواريخ وحطتها في التورتة وراحت مفرقعة، جت على وش الناس وبقت مشكلة. ويعني هو انت واخدة توكيل الصواريخ؟ لا والله، بس بفكر ان الصواريخ بتبقى ألذ وبتبسطني يعني اكتر. اكيد لو في مكان مفتوح وبتعملي ده كهزار مع ناس ده لطيف، لكن اماكن مقفوله فيها صواريخ دي برضو يعني اعتقد ان فيها نوع من الخطوره. لا لا، عيد ميلاد كله مشي اصلا، فركش العيد ميلاد، ما فيش عيد ميلاد. يعني فركشت فرح وفركشت عيد ميلاد، ايه الحكايه دي؟ كانوا عايزين يعوضوها يوم تاني اصلا، فانا طبعا كنت لازم اروح لعيد ميلاد، بس هم قالوا يا جماعه خلاص ما فيش، مش يعني. طب انت النهارده معكيش اي صواريخ ولا حاجه؟ لا النهارده لا. جايه في مقلب.com تعملي مقلب يعني. نفسي اعملها اصلا. عموما يا شيماء احنا بنشكرك انت ويوسف، وهنتفرج على المقلب اللي حصل في عنود، وكويس انه حظك كويس انه ما حصلش فيكي، ونشوف مع بعضينا المقلب اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. رجعنا مرة تانية وبنكمل حلقتنا النهاردة عن المقالب اللي الناس بيعملوها في بعض
وطبعا يعني احنا قبل ما نشوف المقلب بنقول برضو بنأكد على الحكايه دي، احنا بنهزر وبنضحك، لكن لما الحكايه بتزيد عن حدها والناس تتضايق مننا اكيد بنفرمل نفسنا على طول. هما زباين، اعمل ايه؟ طيب هما زباين. ما بقدرش امسك نفسي، بلاقي نفسي لوحدي كده. طب لا، افتكري ان نفس الحكايه اللي حصلت فيكي دي ممكن تحصل تاني. نشوف مع بعضينا المقلب ونشوف ايه اللي حصل لك بالظبط. في مانجا عندك؟ واحد مانجا حضرتك؟ برتقال. برتقال. اثنين برتقال واحد مانجا. في سمسم. تحب المانجا حضرتك طيمون ولا عويسي؟ مين ده؟ نوع المانجا نفسه يعني، في طيمون وفي فونس كمان. لا 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 لا، عويسي. عويسي كويس. جيب لي عويسي كويس جدا. المانجا عويسي. ايوه. برتقال. تاكله بقى ولا؟ يا ريت. دي عويسي برضو؟ كل حاجة. اوكي، عايز فاهيتا فراخ؟ فاهيتا فراخ؟ لا، ما عندناش فاهيتا فراخ، عندنا فاهيتا فهمي. اجيب لك فاهيتا فراخ؟ لا اجيب لك. في فاهيتا فراخ. حضرتك؟ لا لا، ميرسي، مش عاوزاك. شاورما. شاورما، واحد شاورما، واحد فاهيتا فراخ. وعويسي. عويسي. عويسي. ايه عويسي؟ ايه موضوع عويسي؟ خلص هذا والله. خلص هذا انت شايل. نعم. لا حضرتك، هي طريقه تقديمنا للطلبات هنا في المطعم كده فعلا. اه، دي طريقه جديده يعني علشان لجذب الجمهور وكده. فين العويسي؟ ثانيه واحده. طب الميه معاك. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ ايه مختفين لي كده؟ الحمد لله كويسه. انت شكلك حاجه اتغير فيه صح؟ غيرت حاجه في شكلك، خسيتي شويه؟ لا لا لا، سمعت شعرك. اه بجد؟ ولا دي باروكه بقى والحركات اللي هي بتحصل دي؟ لا ايه؟ مش كده؟ بس مش شفتكم، مش لسه شايفينكم حالي. انت كنتي قاعده فين؟ ما هو أول ما شافتكم قال إن لازم يجي نسلم عليكم عشان يعني من زمان والله. أنتوا وحشيني جدا. ليكوا وحشة. مش عارف، حاسس إن شكلك مش غريب عني، متهيألي شفتك قبل كده. أه صح، أنت يعني مش هي دي اللي أنا رميت النكتة راحت ميتة من الضحك. أه فاكر إيه؟ لا كانت مبسوطة أوي، بس فاكر النكتة راحت ميتة. هي لذيذة والله. وأنت إيه، خسيتي عن زمان برضه شوية صح؟ شكلك اتغير كده. لا لا لا، بس يحلموا. صح؟ أو قوي عن زمان لما خست حركاته وبتاع. اه وانا كمان وبعدين شعرها طول كمان اتغير صح؟ اه اللي هو تحس ان في حاجه كده بس لذيذه. تقول لك مش مين اللي مش فين؟ فين؟ مش عايز اسمع ولا مش عايز اسمع كلمه. اني ساكنه معمول سايلنت يعني. هتموت؟ طب ما انت فاكراها عسليه دي؟ طب فاكراها زماره ولا ايه؟ معمول هتموت. بص بص استني، معمول سايلنت مش فايبريشن. العيشكو سايلنت. انا مش بقول صوت ولا انت؟ انا مش فاهم. سكين واحده مش كافيه عليكم ولا ها؟ وايه اللي مسدس مسدس لوك لوك لوك؟ كنت بقى حطها زماره مثلا؟ مجنونه انت ولا ايه؟ احنا لا بس عشان في ناس بس عشان في ناس حوالينا. هنسيبكوا بالمكان لو سمعتوا صوت. ايه الاخبار يا رجاله؟ خلصتوا ولا لسه؟ لسه ما خلصتش المانجا. مانجا ايه يا اخي؟ يلا قلبي وطيري. قلبي هنسيبكوا 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 دي. اصبروا اصبروا. اضحي والشنطه دي هتبقى على بعضها. يلا يلا طيري. تعالي تعالي تعالي. لا ها همسك همسك كتير. وبصورني بصورني يا دي. معلش يا جماعه، خلصت اوردر. ايه؟
معاه مسدس يا نهار اسود ومنيم مسدس انت بتجري مسدس ايه بتجري فين الهباب اللي معاك ده طلعيه مسدس حماده يلعب دي زمارة اللي عايزه سرقوا فلوسنا زمارة اللي عايزه خدوا موبايلات خدوا موبايلات وخدوا حاجات مين بس اللي خدوا عيد ما تقوليش كده مين اللي خد موبايلات ايه يا ست انت دي يلا حضرتك ايه بقول لحضرتك ايه انا فاهم الحركات دي انا فاهم الحركات دي كويس يبقى خدوا فلوسنا والبطاقه وقعت مني وانا مش من هنا من الاليوبيه والجو ده انا فاهم ها فبلاش الحركات دي انت طلعتي حاجات وهتحاسبي عليها انت مش فاهم انا بقول لك ايه بقول لك جم سرقوا فلوسنا وخدوا لا لا بلاش 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 جم صرف فلوس انت حرام يا بيه ده يا حرام انا قاعده بقالي ساعه طالبه اورنج بيشتريهم ساعه بالشفاطه بالشفاطه هم فخروا دايما انا سرقت الفلوس ترابيزه انت حراميه ده مقلب دوت كوم يا عبد حميد تعالى الحلقه دي سوا طبعا مشكلة كبيرة جدا وخايفة من الزمارة يعني انا ما كنتش عارفة ان هي زمارة اكيد انا لقيت ناس مش عارفاها قاعدة بتتكلم وبتاكل اكلي وبتشرب عصيري وازيك وبتتكلم معايا وبتتكلم وبعدين تغلط في اسمها بس هم عرفوا اختك وصاحبتك الاول دخلوا سلموا عليهم انا ما كنتش اعرف بقى انا فكرتهم صحابهم يعني اصدقاء زمايل بس انت كنت بتقولي ان المانجا العويسي عجباكي كانت جامده كانت احلى حاجه تخيل ان المانجا العويسي يعني حد يقول لك مانجا يبقى بقى مانجا عويسي مانجا احنا معانا فريق عمل ونشوف معاهم ايه الكلام العجيب اللي كانوا بيقولوه ده اتفضلوا اهلا وسهلا ايه حكايه المانجا العويسي ده على اساس ايه يعني واحد عايز برتقان يقول لك عايز برتقان بسره ولا سكري ولا ايوه انا قلت انا ما لقيتش عويسي جبت لك هريدي بعد شويه وطبعا شريف شكله مقنع تماما اول ما دخل وقال لكم محدش ينطق ولا يتكلم ولا هو برضه عمالين يرغي وايه المسدس اللي انت كنت ماسكاه ده الزماره بتاعته لسه من ساعتها من ساعتها كنا عايزين نعمل مقلب في منى كنا عايزين نكهربها بس وانت دخلت قلت لهم ايه بقى يا ايمان؟ انا كنت طالبه اورنج بالشاليمون من ساعه طالبه واحد اورنج بالشاليمون وما جابوش طبعا ما جابوش بلندر وانت شكلك عصابه فعلا يا صغير لا مش باين والله لا لا بس بجد شكلك عصابه انا دخلت كلت ساعات كنت جعان كان سايب كل حاجه وقاعد عامل كده ملوش حاجه يعني انا عمال اعمل كده وهو قاعد فرحان بالاكل وياكل يا صغير ولا انا لاحظته في كل الحلقات اللي فيها اكل اكتر واحد بياكل الصغير صغير بقى يعني الحمد لله البرنامج ده جالك بغذاء يعني لا والساندوتش كمان الساندوتش بعد كده ان شاء الله السنه الجايه هيبقى معانا محمد الكبير عشان يوفر احنا طبعا بنتمنى ان المقلب اللي حصل فيك ده يكون جاب نتيجه فعلا ايجابيه بنتمنى يعني بس انك انت تقللي المقالب في اصحابك شويه وبنتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم بنشكر فريق العمل بنشكر الناس الموجودين معانا وبنشكر كل الناس اللي في البيوت ونتقابل معاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده ومقلب دوت كوم